حفل المطربة أنغام في مهرجان العالمين اتصدر الترند الأسبوع ده، وكان من أكتر الموضوعات اللي تم تداولها على السوشيال ميديا. الحفلة حضرها عدد كبير جدا من الجمهور، واللي تفاعلوا بشكل كبير جدا مع كل الأغاني طبعا اللي قدمتها أنغام لمدة ساعتين على المسرح، واللي قدمت خلالهم أكتر من 26 أغنية. وكان من أكتر الأغاني اللي تفاعل معها الجمهور أغنية شبر ونص، واللي غنتها أنغام من غير موسيقى، وطلبت الدعاء لكل مرضى السرطان في مصر والوطن العربي. وإزاي بس يا شبر ونص أجمد أيوة كده تعوج راسك تضحك بس أضحك لو إمعك نني، وإزاي بس يا شبر ونص نسيتني همومي في ثانية، قاعد حساباتي وبرجع بص وصف وشك بالدنيا، ابو قلب ابيض ببرات يلعب في لبنى براحته، وازاي يتعب ده سلامته نتعب نفسنا على راحته، ابو قلب ابيض يا جماله يعمل في الناس ما بداله، لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بداله. الفستان اللي كانت لابساه أنغام في الحفلة واللي كان لونه أزرق سماوي هو كمان اتصدر الترند ونال إعجاب كتير من الناس على السوشيال ميديا. أنغام قالت في تصريحات صحفية ليها بعد الحفلة إنها اختارت اللون ده بالتحديد علشان يكون لايق مع مدينة العالمين والأجواء الساحلية.